شنو نقصد هناك من شي ما من شنو كي بعد في المونتاج تحط كاميرا لهني انا اذا انا شنو نقصد نمشي اليوم نمشي اه تصوروا في البيت لا ماما تصوروا في البيت ماما ايش باش ناكل انا لا انا مش صور في البيت وانا مش ناكل انت مش تصور كنت فيك وانا مش ناكل انت تصور كنت فيك وانا مش سيدي بوسعيد اليوم ماشي فما ايفينمون مونج بور فو ميكلا من 24 ولاية اليوم قسك سيب المناني اسمه مفطرتش البارح في بالي بيك انت اصلا مجوع روحك من البارح ما تعشيتش مفطرتش اليوم الصباح مش تعب لي كرشك حتى بصدق ما تعمل ايش احنا استنى احنا بدينا نشم ونسالوا ونسينا الكاميرا اصلا حبيبي هذه الحمصه بالمرقيز المسلي والكركوش والقديد هيك هذه سفرسيه محمصه بالقديد وبرشا حاجات ما فهمتهمش لا انا مش ماشي مش نعمل كوسكتي بالمسلين ولا كوسكتي بالعصبي اي نعرف لازم تو حاجه لترونجي لازم حاجه مودرن شويه عملنا والهزينا الجو في البلاد مع بلاد الشتي والطيب وغادره وسنا مع نبيل باكوس ويوسف العدلي اللي كنا في المستوى وفعنا علم تونس والحمد لله هذايا بوغاجا ديسير بزرتي سيجي بالسمول موين نحطوا فيه الابريكوسيك عندنا الدقله عندنا السميسيك عندنا عطر شيء هذايا عربي مقطره بزرتي ماهيش ارتيفيسيال عندنا شحور ليجر مللو كبروا انا الشق البحر باش تجي تقالي شق وامشي هاي 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 باش تجي تقالي تهب جاع وزويقة نزل ما بديتش والله أنا حاجة تعشق طيارة مقرنة بالكعابر هذي كم فهمتيش محمصة بالبريشنة هذي كم محمصة بالقديد والمرقيز المسطي ليه بكتيري تويهم في النعنية بك ني كل حسوم معناه يتحط فيه نعناع شيح مو يبدل نورمال اسمه مكرونه بالكعاب قلك بجوز تيكيت معناه بالفين اللي كنتي نذوق مع بعضنا يمين باش ناكلوا كل انا انا جينا قبل الشيفين برامون احنا مجوز مازال ما حضرش كيو احنا لهنا يا رب كل عاد ايفين مو يعملوها في تونس ديما تلقى عباد متكبره تدخل بري في اي بي في اي بي وحده وأوبن بوفيه وحده وإحنا وطبيعة الشعب التونسي الزويلي يجي الشوكينج شوكينج إحنا تو في الشوكينج اللي هو بتكليت متاع أرخص حاجة Hadi.
الكمونية العرقية اللي هي كمونية بالقرنية كمونية في قرقنا وكل القرنية لو كنا نقدر في قرقنا قدر الفيديو وقدر القرنية متاع تونس صحرونا في جورنا وطوس اليوم في سيدي بوشحي مرحبا بكم بس الكل مغرفة نسيها أنا مغرفة كلها. سوا هيد مغرفة. بون أبيتي. حمفة. حمفة بقضي. حمفة بقضي. دينا برشا. دينا برشا في الدار ما تقولي. ما نقولش في الدار ما فهمتش علاش عجبتني الوقت ديما تاع الشارع تعجب. بابا بابا بابا. صار نهار بركة باش تفرجوا باش تفدوا على الاخر والله اسمع مقرونة غير عادية مقرونة ما نعرفش في حاجة بي 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 شنو هوني ندخلوا تحت القطر الان فما حمصة مش بني مش بني دونك لا مش انا بشخصي هي اليوم ليفينمون تنظيم هو اليوم ليفينمون تنظيم لاتباك الجمعيه التونسيه المهنيه في الطبخ واكيد معها البلديه باش نقدموا برشا اكلات تونسيه للناس اللي جايين زوار سيدي بوسعيد نطلقوا على ليفينمون هذايا العام الجاي يكون عالمي نقدموا فيه دعوات الضيوف من العالم الكل يجي يقدموا الاكلات تاعهم سيدي بوسعيد تولي بالحق كيما كانت ديما وتظل مزار عالمي للسياح ان شاء الله ان شاء الله عايشين نروحوا للمغرفه اه وي دار 24 خلي لي باي مرحبا بكم المغرفه بتشد زعما ليه ليه كملك لسه عم اسمها بوغاجا هاي بوغاجا كنا نحكي لك على البنة رسمي لازم نجيب على الفطور طول نورمال يا شاعر ورز جرب يخزن بالكبدة هذي لوان شكلها مش كبدة ما مطعمها كبدة والله تجب تقول قطاط يا والله اللي قطاط نرجع عرف هذا ما احكي لنا سليمة على سفن الحرامي شوي اي لا انا نحكيه على سفن الحرامي شيف رفيق تلاتلي من نابل انا عضو مساعد رئيس في لاتباك الجمعية التونسية لفن الطبخ وعملنا الحوت الحرامي هذا سفن الحرامي اللي هو سفن نحضروا اون صوص اللي مخلطه هريسه وجو سيترون وكركم هذو مخلطوهم مع بعضهم نقليو في الزيت شويه ثوم نصب عليها الصوص هذيه نخليوها تسخن ونصب عليها سفن مخصوص اون كوب ونزيدوا عليها دي رونديل دو سيترون حرايمي باسكو بون ما نجمش انا نقول علاش سميوه حرايمي انا نسميه الحق بواسون سيترون بواسون سيترون على خاطر صوص وسيترون تونسيه مطعم تونسي فيها الهريسه فيها الهريسه فيها عصير القارص وفيها الكركم هذوما الفحات تونسيه بحت شنو هذه عصيده بالدجاج العربي اسمع بيها بالعصايدية هاي تعرفوا منين ولا لا لا العصايدية العصايدية من بيجي شوف بنينة أما إحنا بيجي نطيبها حارة حبينا إنه بيجي بيجي بنينة تيجي خود فلوس ثم شكوية جاء حارة برشة أما يعطيكم الصحة بنينة بنينة بارك الله ربي عزك كيف صفات ما زي كاس لحميتي حاولوا بالعصير هذا غلاس ثلج جديد في العسل ولا حاجه هي لون ديب ها ولا كل شيء طياره كل شيء محليه تعرف شلون يقصد توليت مر
تبرني مش مبوه في الجلاس مزين وفيش مزين وعبي يعني بحب خلينا أقبل قلبي كيف قصت وين نتقابلوا؟ نتقابلوا في القهوة العراقية. هاي مالا نقول لهم؟ تشو تشو هلو وين؟ القهوة العالية مشكور بيزا مورو دينا بونو محبي جيعان وقعد جمع مثل شيء يستنى في اليوم مسحلو لين يشبعنا برش تيكي شطر ومزيه سبسكرايب اعرف اش فما ميكلة اكثر حاجة اكثر فيديو ميكلة فهمتني ندورو على الريستوران اللي في تونس ميكلة تونسية اسمع رو ما تعرفش راه الحلقة العاشرة 11 تلقانا مشينا لجزائر وبعد نبداو نبعدو شوية فريق ان شاء الله تجي فازيتك يا ولو باش ندورو على لي ريستوران تاع تونس الكل باش نقضيو على الميكلة ليه باش حتى كرسلونا بلايص بهين تعبد ما تعرفوش توا مروحين ان شاء الله عجبتكم الفيديو وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.